تعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بمحاسبة إسرائيل على قصف عمال المدفع أو المطبخ العالمي، مؤكدة أنه يجب عليها التأكد من عدم تكرار ذلك. كانت المنظمة أعلنت أن فريقها المستهدف كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعارها، لكنه تعرض للقصف أثناء مغادرته مستودعا بدير البلح بعد تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي. Said yesterday to me about a full, urgent and transparent inquiry into how this dreadful event was allowed.